باه ما حد خاف. اوكي مو مشكله. هلا وسهلا بالجميع. اليوم عندنا حلقه جديده من اغرب منتجات امازون، ولكن نسخه مميزه، نسخه جدا خاصه ما قد سويتها من اول، اللي هي نسخه المقال. ان شاء الله كلكم بخير وانتم تشوفون هذا الفيديو. قبل لا نخش الفيديو اليوم، لو ما كنت مشترك بالقناة اشترك، فعل زر التنبيهات، اضغط زر اللايك، نبغى الفيديو هذا يوصل 100,000 لايك. قبل شهرين بالضبط من اليوم نزلت حلقة طلبت فيها اغرب 4 منتجات من امازون، وكانت منتجات غريبة، واغرب شيء كان فيها المكيف المتنقل، مكيف تشيله معك وين ما تروح. طبعا الحين شتاء نايف، لا احد يشوف الحلقه خلاص. اليوم راح ندخل امازون من جديد، راح ندور منتجات غريبه، راح نطلبها وراح نجرب بعضها سوا. لو كان عندك منتج غريب تبغاني استعرضه في الحلقه الجايه، ارسل لي اياه على الانستغرام في الدايركت في الخاص، وان شاء الله اللي راح اطلبه في الحلقات الجايه. بدون ما نطول عيال، خلونا نشوف المنتج الاول اللي عندنا اليوم. كلنا نعرف لعبة الاركيد ماشين، لعبة جهاز كبرى موجود في محل العاب، تروح وتلعب فيه شوي وتوسع صدرك. ولكن شفت الاركيد هذا اللي كبرى؟ اوف تفضل اركيد تشيله بيدينك وتلعب فيه. والمنتج ده مو بسهل، شوف انواع الالعاب اللي فيه، في العاب البازل، سبورت، ادفنشر، ريلاكس، تيبل، اديوكيشن، كل انواع الترفيه موجوده داخل هذا الشيء البسيط. سعر المنتج هذا تقريبا 24 دولار. خلونا نطلبه ونشوفه مع بعض. اوكي وصلت يا جماعة الخير، زي ما تشوفون الكرتون جدا صغير، واتوقع والله العالم ان الجهاز اصغر من الكرتون 1000 مرة. والله شكلها رهيب، توقعتها اصغر من كذا للامانة. طبعا زي ما توقعت الموضوع راح يحتاج لبطاريات، وعلى شكلنا ضبطت الوضع من بدري. اوكي كذا اللعبة صارت جاهزة، خلونا نشغلها مع بعض. والله عجيب، فيها العاب كثير مره. بسم الله، خلينا نشوف اذا بقدر اجيبها بالسهل ولا لا. ارسل. افا طلعت برا. هذا منتجنا الغريب الاول اللي كان عندنا اليوم، منتج جدا ممتاز، صدمني للامانه، توقعته سيء بس طلع ترتيب. تقييم الشخصي لهذا المنتج 10 من 10، اشوفه يستاهل للامانه. علموني انتم رايكم بالكومنت، وخلونا الحين نروح للمنتج اللي بعده. يعطيك العافيه عبد الله. المنتج اللي بعده، انا قد سمعت ناس فيهم هوس نظافه، الواحد كذا يوسوس على اي شيء، مسك كوب قهوه مثلا يروح يغسل يده بالصابون وما يعرف ايش، مسك جوال شوي بروح اغسل. والله اذكر واحد يا جماعه الخير حرفيا كان اي شيء يسويه لازم يعقم يده بعدها، دف الطاوله، سلم على واحد، بسم الله جاب المعقم حط على يده وبدا يفرق. والنظافه شيء كويس والوقايه خير من العلاج، بس بعض المرات يصير اوفر الموضوع. وبهذه المناسبه يا جماعه الخير حاب استعرض لكم منتجنا اللي بعده، قاتل جراثيم الجوال. ايش؟ ما استوعبت؟ لا هو جهاز بس ينظف جوالك من الجراثيم بعد الاستعمال. شوف معي، تحط جوالك داخل، تسكر عليه، يبدا عملية التعقيم والتنظيف، وبعدين تستخدم جوالك. قبل ما تنظف الجوال شوف كيف، شوف الجراثيم، ولكن بعد ما تنظفه بالجهاز هذا يا سلام، صار جاهز للاستعمال وخالي جدا من الجراثيم. Your phone that you touch all day with your hands and face houses fecal matter, illness causing germs and roughly 18 times more bacteria than a public restroom. اوف، يقول لك الجوال ممكن يكون فيه 18 مره ضعف بكتيريا عن الحمامات العامه. الله يكرمكم. بالاخير يقول لك لا تمرض، استخدم صابون الجوال. والله حاجه غريبه يا جماعه الخير، يعني من جد من جد ما قد توقعت بلقى شيء اغرب من كذا تقدر تستعمله مع الجوال. المنتج سعره 80 دولار مع التوصيل تقريبا 96 دولار، المنتج مو رخيص، ولكن الجراثيم اليوم يا انا يا هي. يا لطيف، وصل قاتل جراثيم. شوف ايش مكتوب على الغلاف يا عيال، جوال نظيف بيت سعيد. هلا 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 بقاتل الجراثيم. الشعار هذا انا كاني شايفه من اول، ها؟ وين شايف الشعار هذا؟ السلك حق الجهاز موجود، خلونا نشبك هذا الشيء. بسم الله. يا سلام يا سلام، هذا كتالوج اللي ما اتوقع احد يحتاجه. هنا الشغل، هنا الجراثيم تنقتل. هنا تجيب جوالك تحطه هنا تسكر عليه. بالتوفيق يا جوالي. يلا عاد بك تصير نظيف. وشوف النور يا جماعه الخير. لا لا شغال شغال، قاعد يقتل الجراثيم الان. السؤال المهم هنا، السؤال المهم كم اخليه دقيقه؟ مو مكتوب بالكتالوج. باذن الله باذن الله 10 دقائق تكفي لقتل الجراثيم. الحمد لله على السلامه يا جوالي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نعيما نعيما، وش النظافه. الحين خلاص بعد ما تاكدت ان جوالك ما فيه ولا جراثيم تقدر تستعمله.
والله احس ما سوى الجهاز ولا شيء. تقييم المنتج هذا غير قابل للتقييم، ما اعرف يعني هو اذا سوى شيء ما سوى شيء، لا الجهاز طلع صوت يوريك انه قاعد يشتغل ولا جالس ينظف ولا شيء، وعلشان كذا المنتج هذا غير قابل للتقييم صراحه. احس بظلمه لو قيمته، وانا ماني عارف كل تفاصيله، فباجلس عليه جلسه ان شاء الله واتفاهم وياه، وبتصل على التراثيم بسالها يعني كم دقيقه تحتاجون عشان تموتون. هذا جوالي يا جماعه الخير بسعر $7. الجوال هذا يعني كانه تصميم ايفون بس من ورا يشبه كل شيء الايفون. الجوال هذا بكل بساطه مقلب، بس تضغط الزر اللي هنا تتكهرب. تعرفون اول لما تشترون ولاعه كهرب ولا لما تسحب علك يطلع لك صرصور؟ نفس الفكره بس هذه على طريقه احدث شوي. المنتج اللي بعده يا جماعه الخير تو واصل، الجوال. شوفوا كيف مغلفينه، ما تكلفوا ولا شيء، كذا حطوه بورقه بس وبعطوني اياه. زي ما تشوفون يا جماعه الخير هذا مو من شركه ابل، هذا برتقال. شيت، معلش جماعه اعتذر، وانا جالس امنتج اكتشفت ان النكته هذه من اسخف النكت اللي قدمتها في 2020. كنت احس انها بوقت التصوير ممتازه، بس نعتذر يا جماعه الخير. الجوال يجي بالشكل هذا وخلاص، في بس الزر هذا لو تضغطه تتكهرب. انا ودي اجرب وما اجرب بنفس الوقت. تعرف لما تدري انه الشيء هذا بيكهربك انت متاكد، عقلك يقول لك لا تضغطه، ايش غبي انت؟ تدرون كيف؟ خلونا نجرب هذا المنتج على العيال. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال بسيط، سؤال سريع، سعر الايفون كم؟ 4000 ريال تقريبا، من كذا من 2000 الى 4000 5000. حلو، زين. انا قاعد اصور حلقه منتجات غريبه من الانترنت وشريت جوال، ما بقول لك سعره، ابغى اوريك اياه وانت سعر. من استعمالك لا توقع كم سعره. بس تفضل. كم كلفك؟ ريالين. انت تستعمل وش كيف؟ هذا كهرب؟ لا كهرب ايش بس؟ شكل مسخ خاصة. يب. 30 مليون. لا بس افتح الجهاز. ايش سوي الحين؟ فجر ولا ايش؟ بديت اخاف انا. لا بس افتح يا غبي. عارفك ملك المقالب. افتح والله من وقت. احس والله كذا. بس. بالله ايش سوي؟ بالله انت غبي ولا ايش؟ افتح بس. كيف افتح وانت حمار؟ بالبصمة. لا والله ماني فاضي، لا يكهرب بالله. ما بيسوي شيء. ايش فيك؟ انا خايف. ايش فيه؟ والله يلعن شكل الاغنيه. والله فيه. هذه لعبه يا طيبه. لا حط البصمه. بالله ما بيطلع شيء. بالبصمه، بصمه، حط البصمه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. لازم البصمه. الله يعينك، والله اني خايف، ما ادري ليش متوتر. ايش بتعمل حركاتك انت دائما كذا؟ المقالب يجيب الكاميرا. ايش فيك؟ ما ادري. بالبصمة، البصمة. والله يكفي صداع. والله يلعنك يا حيوان، والله يلعنك كهرب. كهرب؟ ايوه كهرب. كهرب على بالي خربان في البداية. الله يقلعك. بس هذا خلاص، هذا المقلب، شكرا لك. بالله هذا كله. سلم. راضي ننزل المقلب؟ خلمت بينك وصلوا 10000 لايك. زي ما تشوفون يا جماعة الخير هذا سائل، لكن المميز بالسائل هذا إذا رشيته على أي شيء مدة بسيطة بس ويختفي السائل هذا تماما، كأنك ما رشيت ولا شيء. بيني وبينكم واضح أن المنتج هذا حق طقطقة. المنتج زي ما تشوفون بيجي فيه 12 علبة سعره $12. خلونا نطلبه ونشوف إيش نقدر نسوي وياه. منتج الطقطقة توه وصل. المنتج هذا للأمانة متحمس له. اوكي، هنودي وسم موجود عندي في الاستوديو الى الان هناك. اليوم الحلقه هذه بنقزرها عليه، باخذ الحبر وبعبيه بهذا الكاس على اساس اني كاني بخليه يجرب عصير ولا شيء، ما ادري ايش العصير اللي بيكون لونه ازرق غامق، بس بنشوف، ممكن يكون عصير توت. فاذا عبيت الكاس وخلصت المفروض اني ارمي عليه الكاس قبل ما اسلمه اياه بيده، بس والله شكلي بطول لين ما اعبي الكاس. اوكي، للامانه بخليه بالشكل هذا، احس واضح انه حبر. ما ادري شلون راح اسوي الشيء هذا، بس المنتج فكرته رهيبه، ومتاكد انه لو ضبط الشيء هذا رده فعل المهندس راح تكون جامده. السلام عليكم مره ثانيه. كيفك مع التوت؟ ما اشرب فيه. هذه الكاس اللي فيها ما ينكب ولا يعني. الكاس اللي ما ينكب؟ الكاس اللي كذا. اذا هزيت ما ينكب قصدك؟ خلنا نجرب. يا حمار يا حيوان يا كلب. يا حمار يا غبي يا أبله يا حيوان. يا
شفت كيف ينكب؟ آه يقلع يا خبي. هذا الحبر اللي يختبي. أديك الكفة اللي يختبي ولا كيف؟ شو رأيك اليوم هذا حق مقالب؟ مردودة. بعد. 300,000 لايك. عرفت. زي أبوي كنا وإحنا صغار أنا أخواني كنا نسوي. يعطيك العافية. ماني راضي إنه ينزل. أنزل يا ويلك. والله العظيم منتج رهيب جدا وحرفيا الاثر اختفى عن كل شيء، الكلام حقي سليم ولا فيها اي مقطة من الحبر. السائل هذا ممتاز جدا للطقطقة وللمقالب، احس بمقلب غصب. تقييم الشخصي للمنتج هذا 10/10. اليوم المنتجات عندنا جامدة. المنتج الاخير اللي عندنا اليوم، والله ماني عارف كيف حتى اشرح لكم المنتج هذا من كثر ما انه غريب. المنتج زي ما تشوفون يا جماعة الخير ولا شيء. حرفيا ولا شيء. يقول لك crazy song gift of nothing for the person who has everything. يقول لك هذه هدية فاضية تهديها للشخص اللي عنده كل شيء. يعني مثلا لو كنت بتهدي واحد والواحد هذا تدري انه عنده كل شيء بالدنيا ما عليه قصور، تبدأ تقول بنفسك خلاص ما بجيب له شيء. بالفعل تروح تشتري هذا المنتج اللي عبارة عن ولا شيء وتروح تعطيه اياه. سعر المنتج $6 وجات ببالي فكرة ابغى اطلبه وبقدمه هدية لواحد من الشباب. وخلونا عاد نشوف ايش راح يصير ويانا. اوكي يا جماعة الخير، الان لسه بدحن سؤال بسيط. جاهز السؤال هذا؟ جاهز حبيبي. لو الحين انا جيت وقلت لك وبدحن بكره يوم ميلادك، شنو تبي هدية؟ انا اطلب هدية؟ اي بجيب يوم ميلادي انا؟ اي بكره يوم ميلاد تبي هدية، شنو تبي هدية؟ الجمعة الطيبة، الكلمة الطيبة فقط. هي تكفي. تكفي. طيب هذا لازم نغير له السؤال. انزين، لو جاء شخص غريب. حلوين. جاء قال لك ابو دحن وش تبي هدية؟ اوه شخص غريب. حلو. صدمتني. يلا جوال. او دحم بنعيد السؤال مره ثانيه، ممكن كنت مصدع. شوف هو ترى مصدع في حراره في 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 اشياء كثير. الحين نعيد السؤال. نعيد السؤال. جاك شخص غريب قال لك وش تبي هديه؟ خلاص ما تبي شيء. يا سلام عليك، شكرا انك قلت لك ما تبي شيء، ولذلك الشخص الغريب هذا فعلا راح يجيب لك ولا شيء. هذا nothing. هذا زي ما هذا. الله عليك. أنت وش طلبت ولا شيء؟ Oh my god. Thank you. Thank you so much. زي ما شوف يا جماعة الخير، المنتج فعال فعليا لكل شخص ما يبي شيء. يعطيك العافية. نرجع لعبد الله. اوكي يا جماعة الخير، إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة الرابعة من أغرب المنتجات اللي تشتريها من أمازون. لو الحلقة هذه عجبتك لا تنسى تضغط زر اللايك، وارسل لي بعض المنتجات الغريبة اللي ودك استعرضها في الحلقات الجاية على وين زي ما اتفقنا انستغرام بالخاص. جدا استمتعت بالحلقة هذه، أتمنى إن أنتم استمتعتوا بعد. يعطيكم العافية، هذا كل شيء، أشوفكم على خير إن شاء الله، كان معكم عبد الله ويلا سلام. أتذكر زمان يوم كانوا يقولون صدقني بتفشل، كانوا يظنون إني ما بصمم برسير أمازون، تعب مكاني لو كانوا يميلون هرتن النمبر ما بنثرون كذا ولا كذا فيك بيحكون سوي اللي تبي لا تسوي اللي يبون فجأة بكرة ماذا بيقضربون stay in my line I never change